إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نحن في شهر ربيع الأول، وهذه أول جمعة، وهذا هو الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبض فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إنها دقائق نشنف آذاننا بشيء من شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. أتعلم ما هو أكثر حديث فرح الصحابة به؟ وهو في الصحيحين، أكثر حديث لما سمعه الصحابة قال قائلهم: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. إنه الحديث الذي رواه أنس بن مالك أن أعرابياً قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن كان عملي لا يبلغ عملهم. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. أنك تعمل أعمال قليلة، لكن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغك منازل عالية، أن تكون رفيقه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وعلى قدر ما في قلبك من هذه المحبة تكون منزلتك هناك. إنه فضل الله تبارك وتعالى. أتدري ما هي أقصر سورة في القرآن؟ إنها سورة الكوثر، اسمها يعني الكثرة الكاثرة الكثيرة، وهي أقصر سورة. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه الثاني عبد الله الملقب بالطيب والطاهر، قال بعض كفار قريش: لا يهمنكم شأن محمد، لن يبقى له ذكر، فلا يولد له غلام ذكر إلا مات، فلا يهمنكم أمره، لن يجد غلاماً يحمل اسمه بعد موته. فأنزل الله: إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا: سينقطع ذكره. فانظر إلى ذكره صلى الله عليه وسلم، في كل ثانية يرفع الأذان في مكان من الأرض يقول فيه المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله. في كل بقعة من الأرض فيها مسلمين تبدأ الخطبة بذكره صلى الله عليه وسلم. في أي درس يقام في أي مسجد في العالم يبدأ بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. في أي صلاة يصليها المسلم لا تتم صلاته حتى يسلم عليه أولاً، ثم يصلي عليه ثانياً، يصلي ويسلم عليه ثانياً. فمن الأبتر؟ والأعجب أن هذا الكوثر حتى في اسمه ألهم الله جده أن يسميه محمدًا، واسمه في الإنجيل أحمد. لماذا أسماؤه تشتق من الحمد؟ كما هي في أول سورة من سور القرآن: الحمد لله رب العالمين. لأن الحمد ليس هو الشكر، إنه إذا أسدى إليك إنسان معروفًا تشكره لأنه أسدى إليك معروفًا، لكن إذا رأيت أحدًا أو سمعت به فرأيت من كريم شمائله وجميل أخلاقه فإنك تمدحه، لا لأنه أسدى إليك معروفًا،
لكن لأنه يستحق الحمد، فالله سمى رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بهذه الصيغة التفعيل التي تدل على الكثرة، فأهل السماء يحمدونه وأهل الأرض يحمدونه، فالملائكة كلهم يحمدونه، وكانوا ينتظرونه بفارغ الصبر في رحلة المعراج. من محمد؟ أو قد بعث صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله تبارك وتعالى يقول لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية الوحيدة في القرآن التي فيها يا أيها الذين آمنوا وليست في مطلع الآية. لماذا؟ هناك مقدمة قبل أن يقول لنا صلوا على رسول الله، اعرفوا قدره، فالله وملائكته يصلون عليه، أفلا تصلون عليه؟ فيحمده كل أحد. كل الأنبياء الذين من قبله كانوا يبشرون بمبعثه وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. اسمه هو أكثر الأسماء في التاريخ. كم من مسلم يسمي اسمه محمد؟ محمد الأمين، محمد المختار، محمد مدثر، محمد مزمل، لا بد من محمد. فانتشر اسمه في الآفاق. ليس ذاك فحسب، بل كل إنسان مسلما كان أو كافرا سيحمده يوم القيامة، كل الخلق. إنه المقام المحمود، يوم أن يتصبب العرق من الناس وتدنو الشمس قدر الميل، وهم يريدون أن يبدأ الحساب فقط، يريدون من يشفع لهم عند ربهم، فيذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى موسى وعيسى، كلهم يعتذر: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله بعده، لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. هو وحده، هو محمد الذي يحمده العالمون في المقام المحمود. كل أحد في ذلك الموقف يحمد هذا الرجل الذي أذن له في الشفاعة والسجود بين يدي ربه صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت إلى الاسم فقط كيف حوى من معاني الكوثر ما لا يعلمه إلا الله؟ فكيف إذا تكلمنا عن صحابته، عن أمته، عن أهل بيته، عن مدينته، عن كل شيء يتعلق به، ستجد الكوثر هناك، ستجد الكثرة الكاثرة والبركة. ما المدينة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم؟ مدينة عادية تسمى يثرب، يسكنها الأوس والخزرج وثلاث قبائل من اليهود. حتى الاسم تغير بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، صارت أشهر مدن الدنيا، ملايين المسلمين يتمنى أحدهم أن يقف وقفة ما بين المنبر في تلك الروضة الشريفة. أرأيت إلى الكوثر، المكان الذي مضى فيه عشر سنين، قضى فيه عشر سنين، هناك كان يخطب كل جمعة، هناك كان يصلي كل صلاة. لا إله إلا الله. المكان الذي كان يصلي فيه كل صلاة، يخطب فيه كل خطبة، يعتكف فيه كل رمضان، عشر سنوات، أفلا يكون روضة من رياض الجنة؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. ملايين المسلمين يأتون ليصلوا ركعتين، كيف لا يكون من الجنة وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه هنا في هذا المكان؟ أرأيت إلى الكوثر، فكل شيء يتعلق به صلى الله عليه وسلم يكون له بركة عجيبة، لأن الله اختاره في سابق علمه. ومن أعظم نعم الله علينا أن جعلنا من أمته. هو قال لنا: كل نبي قال الله له: لك دعوة، دعوة لا ترد، سل ما شئت، لكنها دعوة واحدة. كل الأنبياء عجلوا دعوتهم في الدنيا إلا هو،
ادخر دعوته في الآخرة، قال: دعوتي في الآخرة لأمتي. انظر كيف ينظر إلى أمته الذين لم يروه من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها الإخوة، علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموهم أن محبته من أعظم أعمال الإيمان، فالمرء مع من أحب. لا يعرف الحبيب إلا من يعرف عنه كل شيء. صحابة دونوا كل شيء. If you can please kindly, if you can move forward please. صحابة دونوا كل شيء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فما عليك إلا أن تقرأ، إلا أن تضع درسا في السيرة كل يوم لحبيبك صلى الله عليه وسلم حتى تعرف أبناءك به. اللهم إنا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحب آل بيته، ونحب صحابته، ولا تصل أعمالنا إليهم، فالمرء مع من أحب. فاللهم اجعلنا معهم في جنة الفردوس يا أرحم الراحمين. قلوا ما تسمعون واستغفروا الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Today is the first Jum'ah of the month of Rabi' al-Awwal. This is the month where the Prophet صلى الله عليه وسلم was born. The month where the Prophet صلى الله عليه وسلم migrated to Medina. The month where the Prophet صلى الله عليه وسلم passed away. Just a good opportunity to learn about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to teach your children, your siblings about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The more you know about him, the more you love him. And if you love him truly, there is a hadith in Bukhari. When Anas radiyallahu anhu heard this hadith, he said, "We as a companion, this is the most beloved hadith to us." The most beloved hadith. Do you know why? Because one Bedouin came to the Prophet ﷺ and asked him one question. O Prophet, when is the hour? When is the day of judgment? Prophet ﷺ asked him, what do you prepare for that? What do you prepare for that day? He said, no much salah and zakah and siyam. However, I love Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. So Prophet ﷺ said, "Al-mar'u ma'a man ahab." You will be with the one you love in the day of judgment. Even if your good deeds is very less. Anas said, this is the most beloved hadith. Whatever we do in this life, how can we reach the status of the Prophet ﷺ? But when we love him truly, then we have a hope to be with him in the day of judgment. How can we love him? The first thing is to know as much as we can about him. Do you know the tabi'een, when they ask the sahaba, they ask about everything. When you love someone, you want to know every single details. And the amazing thing is our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have every single thing about him. How we eat, how we dress, how we walk, what the name of his camel, of his donkey, of his mule, of his horse, the name of his sword, everything out of love. We just need to read. The more you read, the more you love him. The more you read about his character, the more you imitate him as a husband, as a father, as a companion, that will increase the love. How many Muslims, they claim that they love Prophet sallallahu alaihi wasallam, but when they come to their home, they treat their wives, their children in different way. That's not the love. When you love someone, you try to imitate him in every single thing. How he treats his wife, how he treats his children, that's out of love. So it's just a reminder today to read the more about the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, just to know more about him.
about his companions, about Ahlul Bayt. When I was young, my father, rahimahullah, used to ask us about the companions of the Prophet ﷺ. How he asked us, he mentioned one letter, Harful Ayn. Can you mention at least 50 companions start with Harful Ayn? 50. And when we mentioned that, he said, you should mention, think about every single one of them. This is the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We should love him more than ourselves. And when he come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he asked about details. Can you mention 20 stories just happened to the Prophet sallallahu alaihi wasallam at night? Why he asked this? Because the more you know about him, the more you love him. What if everything has declared in details? We just need to read. And when you read, whenever you mention the Prophet sallallahu alaihi wasallam, something will come in your heart because you know him more than your father, more than you know your father. So may Allah tabaraka wa ta'ala give us this mahabba, give us this love. Because when we have this love, we have hope in the day of judgment that Prophet sallallahu alaihi wasallam will give us shafa'a. Because shafa'atuhu for those who has tawheed and they love him so much. May Allah tabaraka wa ta'ala spread this mahabba amongst Muslims. Last message here, try to spread this message to your colleague in the university, to your friends in high school, to your family, member family at home, to everyone. Try to talk about the Prophet ﷺ. To try to buy some small books and spread between Muslims or non-Muslims. Everyone, he will read something about him, he will get reward. And try to sit a dars, a lecture, a lesson at your home. Every single day, even 10 minutes about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Read his seerah from the beginning to the end. Time after time after time, repeat it a lot. Then it will be like you will know every single details about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Last thing, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, one day Allah told every single prophet, I will guarantee you one dua. If you ask me that dua, I will respond to you, no doubt. That's guaranteed dua for every single prophet. He said every single prophet made that dua in dunya. However, for my case, I said I want to delay it to the day of judgment. Why? Because he want to make this dua for his ummah when the ummah, many of usatul muslimin will get in trouble in the day of judgment. He will make dua for his ummah. Look how he concerned about us. May Allah tabaraka wa ta'ala give us this love. يا رسولا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه رسول العالمين فداك روحي وأرواح الأحبة والتقات وذكرك يا رسول الله نور تضاء به أسارير الحياة تمنى الدهر قبلك طيف نور فكان ضياك أغلى الأمنيات ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة اللهم أحينا على سنته اللهم أمتنا على ملته اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لوائه اللهم يا رب حبب إلى أولادنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشغل أولادنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واشغل شباب المسلمين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واشغل فتيات المسلمين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا ندعوك للمستضعفين من أمة نبيك صلى الله عليه وسلم وللمسجونين ظلما من أمة نبيك صلى الله عليه وسلم وللمهجرين ظلما من أمة نبيك صلى الله عليه وسلم اجعل لهم من كل هم فرجا اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على السلام، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مجلس بيه استووا، استقيموا، تقاربوا، حسن خاتمتنا عن الله أكبر. سميع العليم الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. الله سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.